البلانكيت المحشي رطال فرينة باكو خميرة متاع جاتو كعبتين عظم كاس حليب نصف كاس مش كاس كبير برشا ولا فنجان يكون أحسن يا إما زيت ولا زبدة كيف كيف وشوية ملح هذه الكل نحطوا الخليط كامل مع بعضه ونعجنوها ما تطلبش برشا وقت في العجنين زي ذا كيف كيف من تعجنش ياسر جيس ترتاح طريف وبعد ناخذوا بالقلقال نشيوها بشوية فرينة ونحلوها الخشن متاعها ما يعديش 4 ملم هذه بالنسبة للعجينة الخليط متاعها اللي من الداخل هو يا إما مرقاس أو مفروم إذا كان مش تعمل مفروم المفروم تشدوا تفوخوا شوية ملح وفلفل كحل وشوية تابلو كروية قصوا فيه طريف معدنوس جويد وتبرموه كل رولو مش سيجار جويد رولو به وتطبعوه في الألمنيوم وتسكروا عليه بالكدا وبعدين تاخذوا طبق تحطوه على النار تخليوا فيه ماء شوية ماء يغلي تحطوا هذكم اللي رولو اللي علفيتوهم متاع المفروم في وسط الطبق نعم حكيت درجين ونص هكاكا ليني يصمل هذاك المفروم ويتيب شوية وبعد نحيوه نحطوه حتى يبرد نحضروا الخليط الثاني الخليط الثاني هو نصمتو كعبتين عظم ونربيوهم شوية فروماج وشوية سلطة مشوية وشوية هريسة اللي يحب الحار اللي يحب الحار واللي ما يحبش يكفي يعني كيعمل فيها سلطة مشوية وفروماج وعظم نشدوا هذيك العجينه نتاعنا نحلوها ما تفوتش 4 ملم الخشن نتاعها ناخذوا بالمغرفه نطرحوا الخليط اللي هو العظم والفروماج وكل ونحطوا فوق منه هذيك الرولو نتاع اللحم ونرجعوا نسكروه وندهنوه من فوق بالاصفر البيض والبلاتو نتاعنا بالطبيعه ندهنوه بالزيت وندخلوه للفور 20 دقيقه يطيب بعد تخرجوها يبرد ما تعملوش كيما روضة سخون قصته يزمو يبرد شوية باش ما تتفترش لكمش وتقصوها رونديلات ويتقدم بنين يعوض طاجين